من رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أرحب بك معنا في هذه التغطية. أريد أن أسمع من حضرتك تعليقا على تفاصيل هذه الصفقة بحسب ما ورد في بيان حركة حماس. صباح الخير. يعني هي تقريبا تفاصيل كانت معروفة منذ عدة أيام، وهي بموجبها يتم الإفراج عن جميع الأسرى من النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل الأسرى النساء، الأسيرات النساء والأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية، بحسب الاتفاق 50 فقط سيد نهاد وليس جميع المحتجزين. 50 إسرائيلي، 50 مدني، 50 نعم. مدني، بقية الأسرى على الأغلب أن غالبيتهم الساحقة عسكريون، وبالتالي هؤلاء يخضعون لمفاوضات أخرى، يعني أتوقع أن لا تجري أثناء الحرب إلا بعد الحرب. الآن الحديث عن الأسرى المدنيين فقط، ربما بقي آخرون بحوزة فصائل أخرى أو في حوزة أشخاص مدنيين، لكن الحديث نعم عن 50 أسيرا مدنيا ما بين يعني أشخاص دون السن القانوني، ليس بالضرورة أطفال صغار، يعني يمكن أن يكونوا يافعين بالإضافة إلى النساء. لكن هناك أيضا نحو 200 أسير، يعني جندي وضابط، حوالي 202 حسب يعني الإفادات الإسرائيلية، لا نعلم إن كانوا كلهم أحياء، ربما بينهم موتى أو مفقودين. على كل حال هذا جزء، الجزء الآخر هو وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام. عملية الإفراج عن الأسرى ستتم بالتدريج، يبدو هذه أيضا من ضمن اختبار النوايا واختبار صدقية الالتزام. الأسرى الفلسطينيون كان هناك محاولات لترحيل بعضهم إلى غزة أو يعني غير أماكن إقامتهم، لكن خير الأسرى باختيار أماكن خروجهم، وعلى الأغلب معظمهم على كل حال الأسرى الفلسطينيون من الضفة. واضح أنه جوهر الصفقة يعني يمثل تراجعا إسرائيليا عن أهداف وعن مواقف معلنة سابقة، من بينها أن تحرير الأسرى لا يتم إلا بالقوة وبالعمليات العسكرية. هذا التراجع جاء بعد خلافات جدية في أوساط الحكومة الإسرائيلية، سواء الحكومة الموسعة بين بن غفير وسموتريتش من جهة وبين باقي الحكومة من جهة أخرى، أو حتى داخل مجلس الحرب، حيث تبنى جالنت وزير الدفاع موقفا متشددا، كان لا يريد أن يوقف إطلاق النار ولا لساعة واحدة، ويخشى يعني جالنت والعسكريون الذين يعني قيادة الجيش أن وقف إطلاق النار يمكن أن يمكن المقاومة من إعادة التقاط أنفاسها وربما ترتيب يعني أوضاعها وتموضعها وانتشارها. لكن واضح أن ثمة ضغوط داخلية شديدة جدا من قبل أهالي الأسرى ومنظمات حقوقية ومن بعض شخصيات الرأي العام، بالإضافة إلى أيضا مطالب. لكن هذه الضغوط الداخلية هي موجودة من اليوم الأول منذ 7 أكتوبر الماضي، ما الذي تغير في تقديرك؟ لأنه رغم وجود هذه الضغوط ورغم خروج العديد من الاحتجاجات التي تضغط على حكومة نتنياهو بالإسراع في يعني إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، إلا أنه نتنياهو وباقي الوزراء في جيش الاحتلال وفي الحكومة الإسرائيلية كانوا يقولون سوف نطلق سراحهم بالقوة من خلال العملية العسكرية، ما الذي أدى إلى هذا التراجع الكبير الآن؟ يعني هذه الضغوط بدأت تتدحرج مثل كرة الثلج، يعني بدأت صغيرة من أهالي الأسرى بضع مئات، توسعت إلى آلاف، نظم هؤلاء مسيرة ضخمة من تل أبيب إلى القدس، بدأوا يستقطبون أوساطا نافذة ومؤثرة في المجتمع الإسرائيلي. الأمر لم يعد يقتصر على مصير بضع عشرات من الأسرى، لنقل 200-250 أسيرا، لا بل بات يمس مسألة قيمية في غاية الأهمية، هي المبدأ الذي بني عليه الجيش الإسرائيلي، أو هكذا يدعون أن هذا الجيش يكرس كل إمكانياته للإفراج عن أبنائه مهما حصل معهم. ولذلك نزع الثقة بين الجيش وبين الجمهور يدفع الجمهور إلى الشك بكل أداء الحكومة وكل أداء الجيش، وينفر الجمهور العريض من الخدمة في هذا الجيش، وبالتالي لم يعد هذا الجيش محل ثقة لدى الناس. وهذا الأمر هو اتجاه بدأ ينمو منذ الاحتجاجات الواسعة التي وقعت في إسرائيل قبل الحرب، وتعزز الآن مع إصرار السياسيين على المضي وراء أهدافهم الفئوية والحزبية والشخصية بمعزل عن مصير الأسرى. حتى أن أحد الوزراء سمعناه جميعا يقول يعني أو يطالب بإلقاء قنبلة ذرية، وحين سئل عن مصير الأسرى قال أن الحروب تتطلب تضحيات. هذا الذي قاله الوزير ربما يكون وزيرا أرعنا ليس له خبرة سياسية ولا خبرة بالعلاقات العامة،
لكنه يعبر عن اتجاه موجود داخل الحكومة بكل تأكيد. من يريد أن يخضع حماس بالقوة ويدفع قادة حماس إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء وتسليم الأسرى طوعا يعني دون قيد أو شرط، هذا يعني لا يمكن أن يفكر إلا بعقلية الحسابات الشخصية جدا. يعني وأنا أقصد هنا نتنياهو الذي يريد أن يبحث عن صورة نصر بأي ثمن لعله يصمد في ميدان السياسة ويتجنب الإطاحة به المبكرة سواء كانت أثناء الحرب أو بعد الحرب. ألا تتفق معي سيد نهاد أبو غوش بأن جلوس حكومة إسرائيل على طاولة مفاوضات بالمعنى الضمني بكل تأكيد، يعني ليس بالمعنى الحرفي لأنه ليست هناك طاولة مفاوضات وإنما تجري مفاوضات عن طريق وسطاء، ولكن أن تقبل الحكومة الإسرائيلية بمبدأ التفاوض بالأساس، ألا يدل هذا على أنه إقرار منها بعدم إمكانية نجاح عملياتها العسكرية في إطلاق سراح هؤلاء؟ لأن هناك من يقول من المحللين العسكريين الإسرائيليين في إعلامهم بأنه لو كانت الحكومة الإسرائيلية تؤمن بأنها سوف تطلق بالفعل سراح المحتجزين عن طريق العملية العسكرية لما جلست ولو للحظة واحدة أو قبلت بالتفاوض مع حماس. نعم، هي بلا شك هذه الصفقة تمثل فشلاً مزدوجاً ومضاعفاً للحكومة الإسرائيلية بهدفيها. أولاً هدف الإفراج عن الأسرى بالقوة وهذا مستحيل، ثانياً هدف القضاء على حماس. على العكس من ذلك، هذه المفاوضات كرست المقاومة حماس يعني بشكل خاص كطرف سياسي يفاوض ويضع شروطاً إنسانية مقبولة. الشروط التي وضعتها حماس هي الإفراج عن الأطفال الفلسطينيين، عن الأسرى الفلسطينيين، وليس عن عناصر حماس، وليس عن قتلة مثلا، وليس عن يعني هم حاولوا دعشنة حماس وتصويرها على أنها عصابة إرهابية تتحصن داخل مخابئ وداخل أقوياء، فإذا بها تطرح مسألة في غاية الحساسية والرهافة بالنسبة لكل الشعب الفلسطيني وهي قضية الأسرى. هذه خطوة أولى. الخطوة اللاحقة التي نأمل أن تتم أيضا بنجاح هي تبييض السجون الإسرائيلية من نحو 10,000 معتقل. معظم هؤلاء المعتقلين بدون يعني معظمهم أو كلهم على كل حال هم مقاتلو حرية، مقاتلون اعتقلوا من أجل أرائهم ومواقفهم وأفكارهم، يعني معتقلو ضمير بالمعنى آخر. والقسم الآخر هم مقاتلون من أجل الحرية، يعني لا يوجد من قتل إسرائيليا أو قام بعملية من أجل أهداف شخصية أو ليحصل على فدية. هذه بالتأكيد شهادة أن حركة المقاومة هي حركة تحرر جزء من مقاتلي الحرية، وهذه الشهادة تعطيها إسرائيل دون أن تدري، مع أنها حاولت حصار حماس لتبرير حرب الإبادة التي تشنها الآن ضد الشعب الفلسطيني. فبالتالي كيف تمكنت حماس من يعني من فرض قوتها في هذه الحرب وفرض شروطها بهذا الشكل، مع رغم أن يعني ليست هناك مقارنة أبدا بين ما يملكه الجيش الإسرائيلي من إمكانيات وما لدى فصائل المقاومة؟ هي هذه القدرة امتداد لما جرى في 7 أكتوبر الذي قيل فيها الكثير. يعني ضربة 7 أكتوبر هي الضربة التي يعني حطمت مجموعة من الأساطير في بنية إسرائيل وفي صورة إسرائيل أمام العالم وصورة إسرائيل أمام نفسها، حول أساطير تفوق السلاح الإسرائيلي وتفوق الجندي الإسرائيلي وأن الجيش الإسرائيلي لا يقهر. جزء من هذه الضربة تمثل في قدرة المقاومة على أسر أكثر من 250 إسرائيليا وعلى قتل أكثر من 1,000 شخص، وبالتالي هذه امتداد لتلك يعني، وبالتالي هذه المسألة ربما تحتاج إلى شروح طويلة وإلى مجلدات من البحث. لكن في السنوات الماضية كانت المقاومة يعني تستميت من أجل الحصول على أسير واحد حتى، ونذكر جميعا كيف أن أسيرا اسمه جلعاد شليط قبل حوالي 10 أعوام بودل بأكثر من 1,000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ثم حاولت المقاومة مرارا وتكرارا الحصول على أي أسير، لكن كانت القوات الإسرائيلية تلجأ إلى ما يسمى بروتوكول هانيبال، هذا البروتوكول الشيطاني الذي يحرمه القانون الإسرائيلي بالمناسبة، والذي يتيح للجيش أن يقتل الأسرى مع آسريهم حتى لا تتمكن المقاومة من الحصول على أي أسير حي. هم يفضلون الأسير الميت على الأسير الحي. وعلى كل حال ما كشفته الصحف الإسرائيلية مؤخرا وما تكشف في بعض التحقيقات الاستقصائية في بداية الحرب يؤكد أن إسرائيل استخدمت هذا البروتوكول في هذه الحرب. هي لن تعلن ذلك لأنها يحظر عليها القيام بذلك، لكن هذه تعليمات تنتقل بشكل شفوي، ولذلك المقاومة
يعني وجدت فرصة تاريخية واستثنائية بأن تحصل على أكبر عدد ممكن من الأسرى. ولذلك أحيانا يتساءل الناس لماذا المقاومة يعني أسرت مدنيين مثلا وأطفال ونساء؟ وأنا أقول لأنه لا أحد يعلم من الذي أسر، من الذي أسر في ذلك الوقت. في تلك الليلة العجيبة هجمت المقاومة وهجم بعض الأفراد المدنيون، وكلما يعني تمكن شخص من أسر إسرائيلي كان يأسره، لا أحد كان يعلم الحصيلة النهائية التي لم تتضح إلا بعد نهاية ذلك اليوم، وكانت حصيلة كبيرة جدا يعني 250 أسيرا، هذا ليس عددا قليلا، ربما في كل حروب إسرائيل لم يسبق أن أسر هذا العدد الكبير. ونحن نعرف أنه ربع يعني أو عشر هذا العدد يمكن المقاومة من إجراء مفاوضات جدية لإطلاق سراح جميع الأسرى، وهذه شكلت ضربة معنوية لإسرائيل ولفكرة أن إسرائيل هي دولة الأمان لليهود، هي فكرة نعم. اليهود لا يجدوا أي مكان آمن بالعالم إلا في هذه الدولة. ثم هذه أضعفت صورة إسرائيل أمام الإسرائيليين الذين كثير منهم بدأ يفكر بالمغادرة، لأنه ينتقل من أزمة إلى أزمة، من أزمة تشريعات قضائية إلى أزمة وجودية. الجيش الذي استنفروه واستدعوه لكي يحميهم مستوطنات الغلاف لم يأتي لإنقاذهم إلا بعد 6 ساعات أو 8 ساعات في بعض المواقع. ولذلك كثير من الصورة يعني التي رسمتها إسرائيل تحطمت، وهذا ربما يبرر حالة النزعة الانتقامية الشديدة هذه التي تتمثل في هذه العطش للقتل وللإبادة بشكل لم يسبق له مثيل لا في تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية ولا حتى في تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية. هناك تفاصيل جديدة في هذه الصفقة، صفقة تبادل الأسرى، بحسب ما كشف عنه بيان حركة حماس ربما لم نسمعها من قبل سيد نهاد أبو غوش، عندما أصبحت تتبادر الأحاديث بخصوص هذه الصفقة وما يخرج منها من تسريبات. على سبيل المثال أن يتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإغاثية والغذائية والطبية بالإضافة للوقود إلى جميع أماكن قطاع غزة بلا استثناء، بما في ذلك الشمال على ما يبدو. هذا شيء لم نسمعه من قبل، وكانت إسرائيل تصر باستمرار على عدم إدخال قطرة وقود واحدة خصوصا باتجاه شمال قطاع غزة. أيضا هل يحسب لصالح حركة حماس شروط أخرى مثل يعني عدم إطلاق النار، عدم تحرك الآليات بريا طوال هذه الأيام، عدم حركة الطيران في الجنوب بشكل كامل، حركة الطيران أيضا تتوقف بشكل جزئي فوق شمال قطاع غزة خلال هذه الهدنة، يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأي أحد أو اعتقال أي أحد في كامل مناطق قطاع غزة، وضمان حركة الناس من الشمال إلى الجنوب. كل هذه التفاصيل إلى أي درجة هي تصب في صالح حماس أولا، وثانيا هي سوف تعطي متنفس نوعا ما لأهالي القطاع الذين يعانون أشد معاناة؟ يعني أولا أنا استمعت للبيان الذي تليتموه، وكنت قد استمعت للبيان الإسرائيلي. البيان الإسرائيلي لم يذكر هذه المسائل. علينا هنا أن ننتبه إلى أن إسرائيل لم يعهد عنها أنها تلتزم بالمعاهدات، هذا مؤكد. يعني دائما يعني ينكثون العهود والمعاهدات ويجدون دائما أي سبب لخرقها. لكن هنا نحن إزاء يعني اتفاقية تفصيلية هي بلا شك الالتزام بها يشجع على المضي قدما في اتفاقيات أخرى، ولذلك إسرائيل ربما تكون معنية بتمرير هذه الصفقة والوفاء بها، لأنها أنظارها أيضا مشدودة نحو بقية الأسرى، وهذا أمر يحرجها كثيرا أمام جمهورها، خصوصا أنها أصلا كانت قد أحرجت حين كان يجري الحديث عن الزواجية الجنسية، كأن من يحمل جنسية أجنبية هو في مكان أفضل وأكثر تميزا ممن لا يحمل جنسية أخرى، وهذا أحرج الحكومة أمام جمهورها. بالنسبة للتفاصيل إدخال الشاحنات والمعونات، هذا تطور مهم، لكن هل يشمل ذلك شمال قطاع غزة وجنوب قطاع غزة؟ حقيقة سمعنا عن ذلك من بيان المقاومة، وآمل ونأمل أن يكون هذا صحيحا، خصوصا أن مئات ألوف الفلسطينيين رفضوا النزوح عن شمال قطاع غزة، بل أن مئات ألوف عادوا إلى شمال قطاع غزة مع أنهم نزحوا في الأيام الأولى. هذا أمر مهم، خصوصا أنه يعني واضح أن إسرائيل إلى حد ما تميز بين شمال القطاع والجنوب، حيث أن حركة الطيران تكون محدود غائبة تماما أو ممنوعة خلال أيام الهدنة الأربعة، لكنها في الشمال محصورة ب6 ساعات. واضح أن المقاومة تريد أن تجري بعض التدابير الميدانية، من أين يخرج الأسرى، من الذي سيخرج معهم، من يحميهم، من يعني ينظم
مسارات حركتهم هذه مسائل امنيه. نعم. وبالتالي المقاومه حريصه على على الا تكون حركتها مكشوفه لاي طائرات استطلاع او لاي قوات جويه، مع انه هناك يعني قدره لدى الاحتلال وداعميه من الامريكيين والاستراليين على الرقابه الجويه من خلال الاقمار الصناعيه، ونحن نعرف ان هناك وحده متخصصه بهذا المجال مركزها في استراليا، يعني على بعد يمكن 15,000 كيلومتر، هي التي تراقب من الجو كل حركه تجري بواسطه الاقمار الصناعيه. على كل حال هذه البنود هي بنود مهمه جدا، وتؤكد ان المقاومه تفاوض وكانها فعلا يعني ليس كحركه مقاومه فقط معنيه بالأسرى، بل كمسؤوله عن الشعب وعن احتياجاته التموينيه والغذائيه والدوائيه واحتياجات مئات الوف الناس. وبالتالي هذه فعلا خطوه مهمه لصالح المقاومه، تمهد لاتفاقيه مشرفه بشان بقيه الأسرى والمعتقلين. شكرا لك من رام الله نهاد أبو غوش، الباحث في الشؤون الإسرائيلية.